نرجع للعقوبات اللي في القانون المفروض بتفرض او توقع على من يروج شائعة او من يخل بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ايه هي العقوبات؟ عرفنا بيها سريعا الاول، عرفنا ايه الجرائم وايه هي العقوبات بتاعتها. هو في ظل مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2014 وايضا قانون مباشرة الحياة السياسية اللي شرع في 2014، قانون رقم 45 لسنة 2014، كل من امتنع عن التصويت او الانتخاب او مباشرة الحياة السياسية طالما كان مقيد في جداول الانتخابات يعاقب بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه. وبعض الناس بيعتقدوا ان ده كلام، لا ده موجود حاليا. الهيئة العليا للانتخابات يحق لها ان تجمع اسامي الناس وترسلها للنيابة العامة لتوقيع الغرامات، وده بيتطبق وهنلاقيه موجود. واحنا بنجدد رخصة، واحنا بنغير بطاقة، واحنا بنقوم باي اجراء حكومي هتلاقي الغرامة موجودة. على فكرة عقوبة الغرامة واجبة النفاذ من تاريخ صدورها، بمعنى ان مفيش فيها طعن، او حتى لو تم الطعن المفروض الغرامة تدفع في نفس التوقيت ويتم الطعن، لان عدم سداد الغرامة قد يعرضنا لعقوبة الحبس. من ضمن العقوبات اخرى، من ضمن الغرائم الاخرى الخاصة بما سميت بجرائم الانتخابات، هو كل من استعمل العنف ضد احدى رؤساء اللجان لتعطيل عمل. وهنا يبقى طبقا للقانون في حالتين، استعمل العنف وحصل نتيجة لذلك العنف، نال من غرضه يعني، هنا الواقعة تعد جناية ويصل بها العقوبة للمؤبد. استعمل عنف ولم ينال لغرضه تصل العقوبة كجنحة للحبس 5 سنوات. وكل من شاع او حرض بقصد منع مباشرة الحقوق السياسية، سواء باستعمال بعض الشائعات زي اللي احنا كنا وثبت لدي ذلك، العقاب توصل طبقا للقانون 45 لسنة 2014 للحبس 5 سنوات. وكل من اهان احدى اعضاء اللجان طبقا لنص المادة 71 من ذلك القانون تصل العقوبة لغرامة 2000 جنيه او الحبس 2 سنين او احدى هاتين العقوبتين.